hamba di hari nanti. Ya Rabbi salli, ya Allah kaampunkan dosa-dosa kami yang hadir pada malam ini. Muhammad, ya Allah kaampunkan dosa kedua ibu kami yang hadir pada malam ini. Ya Allah rahmatilah seluruh keluarga kami. Ya Allah pertemukan kami akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah pautkan hati kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kasihkan Nabi akan kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadikan akhlak kami sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan akhlak anak-anak kami sebagaimana anak kami sallallahu alaihi wasallam. Jadikan isteri-isteri kami sebagaimana isteri kami sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ulangan ketika mana Ustaz Khusmuddin Aibak Asuri berdoa, tuan-tuan juga bertawasul. Mintalah kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat majlis pada malam ini, kelebihan majlis pada malam ini, kemuliaan majlis pada malam ini, Engkau berilah kami iman, berilah kami takwa, berilah kami kemuliaan, berilah anak-anak kami ketakwaan dan sebagainya. Minta kepada Allah, mudah-mudahan dimakbulkan dengan berkat majlis lawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين. حمدا شاكرين. حمدا صابرين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب محبوب شافع العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يعلم ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الخير هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان، وأمسنا بالإيمان، وحشرنا بالإيمان، وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بجودك وأحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. فلا تضرب بها وجوهنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم افتح علينا فتح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعون علينا بعوائدك الحسنى يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا على نحو الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، وافتح لنا ما ينفعنا، وانفع لنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به التقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها إنك أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين
الآخرين ويا رحم الضعفاء والفقراء والمساكين ويا ذا القوة المتين ويا مجيب السائلين ويا مجيب السائلين ويا مجيب السائلين اللهم اجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المقبولين واجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المرحومين واجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم يا خير المسؤولين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة واحشرنا تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذك مما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في هذه الساعة المباركة بارك لنا في هذا المكان المبارك بارك لنا في هذه الاجتماع المبارك بارك لنا ببركة هذه الليلة ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسألك اللهم ببركة هذا المجلس أن تكشف كربتنا وأن تنفذ همومنا وأن تغفر لنا ذنوبنا جميعا وأن تقضي لنا حوائجنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى يا أرحم الراحمين اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المنافقين يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجمعنا عليك وفارقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك اللهم كما جمعتنا على الصفا فاجمعنا يوم القيامة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وافقنا لاتباع سنة نبيك الكريم واهدنا الجميع إلى صراطك المستقيم لفضلك وكرامك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم sebarang kekurangan dan kesilapan harap dimaafkan sebarang kelewatan harap dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh كل نفس زائقة Ajalkan datang malaikat maut segera menjelang dicabut nyawa tiada terbilang sakit terasa bukan kepalang dicabut nyawa tiada terbilang sakit terasa bukan kepalang